سلام بنات، نتمنى تكونوا بخير. اليوم فيديو جديده وغادي تكون ان فلوغ ديال نهار الحد، ملي كيكون الشتاء والبرد وما كنقدرش نخرج. هكا كندوز نهار الحد غير في الدار. انا الحقيقه الحد كيعجبني نبقى غير في الدار. دابا الفطور غادي ندير القهوه والبان بيرجو اولا الشفار، وغنديكم معايا نهار كامل. قلت غادي ندير رفيسة، اول مرة غنجربها. خديت لغوصات من يوتيوب حيت شفت بزاف ديال البنات داروها هاد الايام في يوتيوب، قلت علاش لا حتى انا ما نجربش نديرها، والحقيقة جات عادية ماشي بحال ديال ماما. من بعد الغداء حيت دوزت الصباح كامل الحقيقه كنصاوب ديك الرفيسه، كيجي وقت التفراج والراحه. كنتفرج في لي سيري كامل اللي دازو عليا في السيمانه كامله، كنعاودهم نهار الحد. بعد كيجي وقت الدوش، وكنستعمل لو صابون نوار بلا لافوند. غادي نوريكم لي برودوي كور حيت لا روتين شوفو غندير لكم فيديو بوحدها. من بعد كندير جيل دو دوش هذا ديال غاد ماسك ديال بادي شوب، الكوماج ديال ايف روشي فيهم ريحه زوينه ملي كيتخلط هذاك المسك مع هاد لي زابريكو، كي فيهم ريحه زوينه كتجي. ومن بعد كنستعمل هاد لو صابون ديال لويل دارغون، كيرطب مزيان، هذا من التعاونيات. و بوغ لا كريم ديال لو كور كندير نيت هذه البودي شوب اللي كتجي مع لو جيل دوش، حتى هي ريد ماسك. راه درت غوفو على هاد لو باك، راه غتلقاوها في لو اي لي الفوق الا بغيتو تشوفوها. فوالا، هادو هما لي برودوي اللي استعملت لو كور هاد النهار. من بعد كنقاد الحوايج اللي غادي نلبس لغد ليه نهار اثنين. كنقاد لي زاكسيسوار، صباغه ديال الظفار، ساكي كنجمعو، كنقاد كلشي باش لغد ليه كنجي كنلبس وكنخرج. وفي الليل كندير لا كامومي، هادي ديال السلطان، كنديرها باش كترخيني وكتخليني تنعس. راكم عارفين لا كامومي كترخي. فوالا البنات، كان هذا هو نهار الحد ديالي.
ما بغيتش نوريكم جميع الدار وداكشي. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، الا عجبتكم ما تنساوش تابونا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كندير، وما تنساوش تتابعوني حتى في انستغرام، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه. بسلامه.